السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في يوم جديد عاملين فيه حاجة حلوة، عاملين رز بلبن. طبعا الكل بيحب الرز بلبن، مفيش حد ما بيحبوش، وهو مغذي جدا للأطفال. احنا النهاردة هنشوفه هنعملوه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، طريقة جديدة فيها تكات كده هتخليه طعمه زي الجاهز وأحلى كمان. يلا بينا، مش هطول عليكم، بس بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والكومنت الجميل. مقادير الرز بلبن معايا بقى زي ما انتم شايفين، انا معايا كوباية من الرز، انا غسلته ونقعاه، نقعاه حوالي ساعة، ومعايا كيلو من اللبن، كوباية بتاعة الرز من الكوباية دي، يعني كوباية من دي بالظبط، ومعايا كيلو من اللبن، ومعايا مية، هقول لكم المية ايه هنعمل بيها ايه، ومعايا كوباية ونص سكر. الاساس معايا كوباية والنص حسب المذاق، لو حسيت ان هو عاوز سكر شوية هزود بالنص ده. ومعايا بقى الخلطة دي عبارة عن معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، معلقتين كبار هرميين من النشا، ومعايا ظرف فانيليا، ومعايا حبة مستكة، شايفين هما قد ايه؟ يعني حبة كده، حوالي لو هي فصوص هتبقى حوالي 3 فصوص مطحونين. اول حاجة بقى معايا ان انا على الحلة بقى هي على النار هبدأ انزل بيها فيها بكيلو اللبن، اي نوع لبن مش هتفرق، لبن بلدي، لبن اكياس، لبن شركات زي اللي انا بستعمله ده، اي نوع لبن مش هتفرق معانا. طبعا لو لبن بلدي افضل كمان، بس انا ما عنديش، فبعمل باي نوع لبن متاح عندي، وهسيب اللبن لحد ما يغلي. رجعت لكم تاني اهو، لما اللبن بدأ يغلي هنزل بقى بالرز في الوقت ده عليه، وهسيبه يغلي غلوة مع اللبن، وبعدين هطفي على الرز وهغطيه وهسيبه حوالي ساعة. تمام، يبقى انا استنيت لما اللبن بدأ يغلي، قام في الغلية، حطيت له كوباية الرز اللي انا غسلاها ونقعاها من ساعة. تمام، وهسيبه اول ما هيغلي اول غلوة اللبن مع الرز هطفي عليه النار وهغطي الحلة بتاعتي وهسيبه كده ساعة. خلي بالكم الخطوة دي مهمة جدا في عمايل الرز بلبن، هطفي عليه، وفي المرحلة دي خلاص كده اهو شايفين غلى جامد، بدأ يغلي جامد ازاي، هطفي النار خالص، طفيتها اهو، وهغطي بقى الحلة وهسيبه كده ساعة. شايفين بقى بعد مرور الساعة شكل الرز بقى عامل ازاي؟ الرز طبعا استوى لوحده من غير ولا نار ولا اي حاجة، وشرب اللبن، شايفين بيض ازاي؟ لما انا بغلي الرز بدون ما انقعه النقعة عادية، الرز بيستوى ويقفش على نفسه من غير ما يشرب اللبن، ما بتلاقي الرز ايه مبيض، مش مبيض كده واخد اللبن جواه كده، الرز شرب اللبن بتاعي خالص. هعمل ايه بقى في المرحلة دي؟ هبدأ بقى المية اللي انا كنت محضراها هنزل بيها. هو كنا الاول نعمله الاول الرز مع المية نسووه وبعدين نحطه اللبن، لا انا بعمل العكس، بسوي الرز في اللبن بان انا بسيبه يشرب اللبن ويستوى مع سخونية اللبن، وبعدين ازود المية. انا معايا حوالي لتر من المية، انا حطيت لتر لبن، لتر من المية يعني هنزل بيه، وحطيت لتر من المية ومعايا لتر من اللبن. تمام، هسيبه بقى يغلي، واول ما يقوم في الغليان شويه كده هبدا احط السكر. شايفين الرز بتاعي اهو بدا يغلي اهو مع اللبن، هو استوى خالص على فكره من وهو منقوع في اللبن وشرب اللبن كله، شايفين لونه عامل ازاي. هسيبه يغلي بقى كده غلوتين،
هنزل بقى بأول كوباية من كوبايات السكر وهسيبه يغلي غلوة كده عشان خاطر السكر يدوب، وادوب هدوب المذاق بتاعه اشوفه محتاج نص كوباية سكر ولا لا. انا دقته حسيت ان هو محتاج النص كوباية التانية، حطيتها بقى اهي هسيبه بقى على بال ما يغلي غلوة. كمان هروح احضر بقى الخلطة بتاعتي اللي هي بتديله المذاق زي الجاهز. تمام، عندي بقى هنا اللبن البودرة والمستكة، شوية المستكة هم ومعلقتين لبن بودرة قلنا، ومعلقتين كريم شانتيه، ومعلقتين نشا كبار، كل ده على بعضه. وهحط عليهم باكو فانيليا، هقلب بقى الخلطة بتاعتي دي كلها كده في بعضها، واحط عليها حوالي كوباية من المية، يعني على حسب هشوف هي هتدوب في قد ايه. ادوب كويس الخليط بتاعي ده، هبدأ بقى انزل بيه على الرز بديل. هجيب بقى الخليط بتاعي اهو وهبدأ انزل بيه على الرز لبن واقلب بقى. شايفين ازاي؟ شايفين بقى الرز بتاعي اهو، بس كده تمام. شايفين بقى التقل بتاعه، هو ده التقل المظبوط اللي انا عايزاه. هطفي بقى خلاص عليه كده. الرز بلبن بتاعي هو بعد ما برد شويه وفرغته في الاطباق، هبدا بقى ايه ازين وشه. شوفوا انتوا عندكم مكسرات، عندكم جوز هند، عندكم زبيب، انا هحط جوز هند وزبيب على وشه بس مش كله كمان، لان عندي الاولاد في منهم ما بيحبش الجوز هند والزبيب. هحط بقى على منه حبه جوز هند وزبيب وحبه مش هحط، يعني على حسب الرغبه. انا زي ما قلت لكم ان اللي على الوش ده بيبقى حسب الرغبه. تمام، جربوا رز بلبن بتاعنا بالطريقة دي، هيعجبكم جدا، طعمه جميل جدا ولذيذ، والولاد بيحبوه ومغذي جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا، وياريت ما تبخلوش علينا باللايك والكومنت الجميل اللي بيرفع من معنوياتنا ويخلينا نعمل ويشجعنا ويخلينا نعمل كل جديد، وبالذات اللايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو وبيخليه منتشر اكتر. تمام، اشكركم لمتابعتكم معانا.